عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. الصراحه توحشتكم توحشتكم واحد التوحش في غايه الوحوش. شكون اللي ما توحشنيش وشكون اللي توحشني؟ توحشتكم انا بزاف 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 الصراحه. غبت عليكم الظروف الصحيه البنات، يعني ماشي الخاطري. كنت كنقاد شي اوراق هكا، عندي واحد العمليه قريبه. نتمنى انه تكون دعواتكم معايا. توحشتكم وعارفه بلي في الرط، والصراحه كل نهار كان كاينين في بالي. راكم عارفين وليت عائلتي الثانيه. ديما كنقول ناري ما درتش لا فيديو اليوم، ناري ما درتش لا فيديو غدا. صراحه عندي بزاف ما نقول لكم، ولكن صراحه راكم عارفين ملي كتوصلوا للصحه ما كيبقى مازال موراها ما يتقال. واخا هكاك دابا ما بقى ليا لوبيراسيون والو، ومع ذلك جيت صباح بكري. راساني هذا الصباح بكري مازال ما جا حتى شي حد، وجيت باش ندير لكم واحد لا فيديو ونصبح عليكم ونقول لكم صباحكم مبروك، ونقول لكم كنبغيكم بزاف وكان حماق عليكم وتوحشتكم بزاف. وسمحوا لي الا كنطعطل عليكم، وسمحوا لي الا ما كنجاوبكمش هاد السيمانه هادي، حيت فريمون كما قلت لكم كنقاد. راكم عارفين الوراق ديال لا كلينيك وداكشي. دعواتكم معايا، نتمنى انكم تعيوا معايا. عارفه بزاف 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 لانه كاينين بزاف الناس كيبغيوني هنايا، وما غاديش يبخلوا عليا الدعوات ديالهم. صراحه هي ماشي شي عمليه اللي هي صعيبه، مي راكم عارفين الخلعات تكون شي شويه كتغلب. مهم الله يا ربي نقزوها ان شاء الله على خير وبخير. وقلت علاش لا ما نديرش لكم هاد لا فيديو باش نصور نشارك معكم حتى شي لبسات ديال ماليهم ديال لي كليون ديالي يقدروا يديهم ولا شي حاجه. بالنسبه للناس اللي متبعيني في الانستغرام، كنت قلت ليهم كنت معول انه انا كنقول في الانستغرام من بعد كنحط لا فيديو في يوتيوب. كنت قلت ليهم صراحه كان خبر زوين انه حلينا نهار الاثنين، ولكن المشكل هاد العمليه غادي ندير هي صراحه الطبيب قال لي يعني ما غاديش تشتي وقت طويل، يعني ماكسيموم سيمانه د الراحه. واضطريت انه غادي نعاودو نجلسو. مشاركش معكم لا الفرحه ديال الحنان، مشاركش معكم. سمحوا لي واخا نقول لكم هاد الهضره، واخا ما غاديش نقول لكم الحوايج اللي هما سلبيين، مي بغيت غير نحطكم قدام شنو اللي كاين، شنو اللي خلاني ما نديرش لكم الفيديو، شنو اللي خلاني غادي نحبس الخدمه هاد الايامات، شنو اللي خلاني ما نجاوبكمش هاد السيمانه بزاف. يعني ما بغيتش نشد دي كوموندو هذا حتى ندوز العمليه بخير وعلى خير يا ربي ونرجع لكم ان شاء الله. كنت قلت في الانستغرام كو غادي نحبس لي كوموند نهار 18 ديال العيد، ديال لي كوموند اللي غيدفعوا الناس للعيد غنحبسهم نهار 18 فهاد الشهر هذا. مي بوغ لانستون ملي غادي نجلس هاد السيمانه هادي ولا ما عرفتش شحال غادي نجلس، يعني مازال ما غاديش نحدد انه امتى غادي نحبس لي كوموند حتى نكون بعدا بخير وعلى خير ونرجع لكم الى كتاب الله يا ربي. الو غادي نشارك معكم شي جليبات ديال مالي هوم ديجا، باش هكا تاخذوا افكار. ما كرهتش ندير لكم بزاف ديال لا فيديو قبل ما نمشي ندير لوبيراسيون، ولكن ما يمكنش غير باش تاخذوا افكار باش هكا ان شاء الله بحول الله الا عطاني ربي العمر مازال وعاود ترجع تكونوا ديجا عندكم لي موديل باش هكا نبداو الخدمه ديالك ان شاء الله بحول الله. الو نبداو لا فيديو ديالنا. نبداو باول موديل هذا البنات، هذه هي الجلابه اللي كنت درت زعما على اساس انه غنلبسها في العيد الصغير. صراحه ما كتبش ما كملاتش ديجا، حتى دابا مازال ما كملاتش، باقي خاصها شي عقيق يتعمر في هذا سميتو. قلت غير نشاركها معكم تاخذوا افكار وصافي. الوغ بالنسبه لهذه كريب دو سوا، فوقاني كريب دو سوا، وهذا دومي سوا مزوق من التحت. اللون ديالو سومون، سومون خفيف داير بحال غوز بيبي. اختاريت نخدم التحتاني بحال ديما بالراندا كما كتشوفوا، التحتاني ها هو بالراندا تحلات كاع الصطيفه. المهم انا غنوري لكم التحتاني من بعد. خدمتها هي جلابه نص طوق لون في اللون بشبيكات هكا حتى لتحت وبالفتيحات هكا طبيعه الحال من الجناب. في صاله في صاله مخزانيه كما كتشوفوا، هذه طويله مع اختكم طويله. انا خدمت ليها هذا رباطي هذا من جهه تقريبا الكمام فوق الكمام، عطيت فيه الغابيل ديال التوب. شوفوا معايا هو التوب خرجته لكم باش تشوفوه. حاولت انه نخدم نفس الموتيف اللي كاين في التحتاني خدمته في الفوقاني واللوينات. صراحه خصو شي شويه ديال الحجيرات باش يعطي شي شويه ان شاء الله الى بقينا في الحياه
دازت لوبيراسيون مزيان، راه غادي نبتو ونسوقو لبسو ونصورو ليكم. الوغ بالنسبه لهنايا درنا الراندا رقيقه شتوها سنينات، وخدمتو من الكمام هنايا مطروز، وجيت لهنايا جهه الباسان جهه الحزام، وخدمت فيه واحد الرشيمه هكا من الجنب، كتجي من الجنب شتوها كيفاش كتجي، كتجي تقريبا حتى لحدا الركبه، صراحه كتجي فنينه وخفيفه. هانتوما انا يكون واضح لكم، خدمتها من لي دو كوتي يعني من البلايص بجوج، ها هي كتبان هنايا من بعيد الكميمات هما هكذا، خليت هنايا شويه خاوي، وخدمت القب بحال ديما، ها هو القبيب، صراحه تنبت غتبان مزيان. شوفوا معايا كيفاش جات، وكيجي عاود هذاك التويب خارج من التحت. انا نحاول نوري لكم التوب التحتاني كيفاش جا، خدمتو بالراندا غورميت بحال ديما خفيفه، كيبقى حتى كتستغليه بوحدو الا جاتك شي حد على خفله ولا هذا وبغيتي تلبسي شي حاجه اللي هي مستوره. ها هو التويب التحتاني، ها كيفاش خدمتو، صراحه كيجي زوين، والتوب ديالو حريري، شتو هو تيتو مع هاد اللون جا غزال صراحه. هانتوما جافني ون، المهم ان شاء الله الا بقى ليا الا بقات لي شي حاجه في الحياه غتشوفوني لابسه مازال ان شاء الله. وبالنسبه لهذا ديال واحد الكليانه ديالي، هذا خدمته بالراندا كله، راندا رقيقه كما شفتوا، هنايا دوزناها بالعقيق حتى لتحت، هنايا درنا ليها حجيرات، شوفوا كيفاش جاوا الحجيرات خفاف وجاو غزالين صراحه، كيبانوا فنين. هنايا درت في صاله، هي في صاله عاديه، وهنايا الكمام خدمتهم بهذه الطريقه هذه، شوفوا كيفاش جات صراحه، جات فنه، شوفوا معايا صحتها وراحتها. درت هنايا هي فتحي حتى هي صغيرين في الجناب، وكتجي جلابه خفيفه من طو عاطي المنظر، كتجي فنيونه. هانتوما شوفوا هذاك لابغيونس كيفاش كيبان هنايا، الديتاي هنا في القاب، وهنايا في الطرس ديال الكميمات كتبان فنيونه في اللبسه صراحه. كاين هاد القفطان هذا حتى هو اللي جا فنيون، هذا قفطان بلا حزام في البلو، شوفوا معايا كيفاش جا الديتاي ديالو. هذا حتى هو ديال واحد الكليانه، نبتناه ليها هكا بالعقيق كما كنقول ديما وكنعاودها، شي حاجه دو كاليتي. شوفوا معايا الحجر كيفاش داير، وحتى الكاليتي ديال هذا وهذا ماتسونو، يعني شي حاجه زوينه. شوفوا معايا الديتاي، خدمناه هنايا بالضفيره اللون في اللون، لقيدات اللون في اللون، حاولت انه نزرو ليها غير طريسنات غير باش يعطيو الغابي لهذا الذهبي اللي كاين هنايا، صراحه جاها فن بصحتها. شوفوا معايا منبت هكذا بالطويل من هنايا، وبهذا المهرس وحجيرات، وهاد الحجيرات هكا شوفوا اللوينات اللي دخلت ليها، سمون البرونز الفيغ او، اللوينات اللي كيتواتوا مع هاد الزرق. خدمناه كيما شفتوا من السدوره هكذا، او من الكميمات عاود جايين حتى هما عاود ثلاثه ديال الخطوط الكمام، وجاي هابط بالطفيره هكذا عامر من جلال تويبه البنات. هذا كريب كادي، كريب كادي اصلا تتكون فيه واحد لابغيونس زوينه، شفتوا كيفاش جا زويون صحتها وراحتها. والكول خدمناه كل داير صحتها وراحتها، هادو كيما قلت لكم جوست باش هكا تاخذوا افكار، تشوفوا شنو اللي خدمنا، يكون عندكم دي زيدي وصافي. هادي جلابه قرونه مخدومه لون في اللون، هادي كلها باليد مخدومه نص طوق بالبرشمان من التحت، مخدومه بالطرز ديال الغرزه، ومخدومه بالعقيق هكا غير شويه ديال العقيق باش يعطينا لابيونس في اللون ديالها، راه هنا كيبان بحال ابيض شويه، مي هو في اللون ديالها غير كيعطي هكا لي كولور. ودرنا ليها هنايا افتتاحات في الجناب، وقيلا افتتاحات صغيورين، راه ما تخلعوش البنات من دوك قضيه الافتتاحات، افتتاحات راه غير صغيورين. اخترت مولاتات في الصاله عاديه، ما درتش ليها في صاله جبليه، في صاله عاديه
هنا بالنسبه للكمامه ها هما طروزين، طروزين حتى هما باليد كما كتشوفوا، نفس الغابيل ديال الرشمه اللي كاينه هنايا، وها هو اللون في اللون، ودخلنا عليه داك الحقيق باش يعطي باش يبين لينا شويه رشمه. جات الصراحه فنه بصحتها وريحتها جات غزاله. كاين هاد الصفيفر، هذا توب الجيم، دخلات عليه هاد اللوين هذا حيت ديجا جابت لينا واحد الفولار الكليانه، جابت لينا واحد الفولار فيه هاد اللوينات هادو، وقالت لينا خدموه ليا به باش تلبسوا معاه. شوفوا كيفاش جاوا اللوينات، جاوا الصراحه فنين. هاد الكاشيري مغلوق وهذاك الفيوغوز جا مع هاد الصفر غزال صراحه. كما قلت لكم هذا الثوب سبيتو الجين، تيشبه شويه المليفه. هنايا تخدمتها اللون في اللون كما شفتوا، اللون في اللون، نص طوق شبيكه حتى هي لتحت. هنايا الكميمات غير سامبل، هنايا حتى هو سامبل، خدمتها بفتيحات هكا في الجناب كما شفتوا، وفي صالة عادية صراحة جاتها فني ونوت تويتا ولي هادوك اللوان ديال الفولار، فولار ما عرفتش فين حطيتو البنت، باش نوري لكم جاتها زوينة فيا بصحة وراها. كاين البنات هاد الكحل هذا صراحة ما باينش الكحل، خدمنا بالطرس ليد هكا في اللوينات، حتى هاد اللوينات عنده في القفطه التحتاني ديالو، غير كما قلت لكم ما عرفتش من كل بياسه حطو، تراكم عارفين. مخدومه باللون في اللون، وهنايا الطريز ليد هكا كما كتشوفوا جاي في الصدوره، مخدومه هنايا بالبرشمان، وهنايا خدمنا عليها الكميمات حتى هما مطروزين كما كتشوفوا، مطروزين ومنبتين. وفي الصالة ديالها في صالة عادية جات حتى هي زوينة، شفتو كيفاش جات، عندها القفطان التحتاني غير مبقيتوش البنات. وبالنسبة لهادي كما كتشوفو، هادي راه الموديل ديجا تا هو كان عندنا بحالو، كخيب دو سوا مخدومة هكا بالبغونز بهاد الطرز السلان، خدوم بالبرونز الصدورة جايه هابطه حتى لتحت بالضفيره والعقد، وهنايا فيها الطرز كما قلت لكم داخل فيه البرونز ولون الثوب، وهنايا عاود في الكمام نفس الغابيل، هادي ما درتش ليها العقيق شفتوا معايا. الفصاله ديالها الفصاله عاديه جات هي صراحة فنيونة، ودات ليها هكا فتيحة في الجناب، راح فتيحة في الوسط، حيت كيما قلت لكم أنا الضفيرة ملي كتكون هابطة حتى لتحت كنبروبوزي على الكليانة من الأحسن ديرها فتيحة في القدام، سينو إلا كانت غير نص طوق من الأحسن ديرها في الجناب كتجي زوينة. هانتوما جا لي هاد الخضر مع هاد البغونز غزال صراحة، وتا هي عندها فولار في هاد لي كولور حتى وراحتها. كاينه هاد الكري، شوفوا هاد الكري كيفاش جا مع هاد الصفر صراحه جا كيحمق جا زويون. هذا انتم شوفوا كيفاش خدمناه، خدمناه بالطرز ديال موبرا ودخلنا عليه شي حقيقه خفاف الموف، شوفوا كيفاش جا خدمناه بحال هكا في الكمام، وهنايا في الجناب فوق الفتاحي في لي دو كوتي البلايص بجوج. هانتوما شوفو كيفاش في الجناب، هذا الجن رشيناه بداك العقيق خفيف في الموف كيبانش مزيان فسميتو، ودرت حتى هي فتيحات في الجناب بحال هكا، وطرزنا ليها القب حتى هو، شوفو كيفاش جات هاد القب جاها الصراحة، اللون الصفر مع هاد الكري جاها صراحة فنيون، والتوب كخيب دو سوا وفي صالة عادية، ما درتش في صالة جبلية، في صالة عادية
صراحة جو هالوينات صيفيين وزوينين، وماشي ماشي ماشي كتار، قليل اللي كيدير هاد الكري هذا بالضبط مع هاد الصفر هذا بالضبط. صراحة جافني ونشوفو كيفاش جا. درنا هنا شبيكات بحال ديما مسطوق وبصحتها وراحتها. كاينه هاد الكحله هادي حتى هي ديال مولاتها. شوفوا الطيطي اللي خدمنا ليها في الصدر، وهنايا درنا ليها هاد الحجيرات هادو غابيل، هاد اللوينات هادو اللي هنايا، وهنايا درنا ليها الشبيكه هاكم في حد الجناب. الصاله ديجا عاديه كما شفتوا معايا، الصاله عاديه. دخلنا ليها هاد القب حتى هو درنا فيه داك الديطاي. شوفوا معايا القب حتى هو فيه هنايا شي حجيرات، جا صراحه زويون، جات الجلابه فنيونه. وهنايا الكمام نفس الديطاي ثاني غادي في الكمام، ودرنا ليها حجيرات هنا، جات الصراحه فنه. كنت درتها غير في لي ستوري، كلشي حمقاتو في الانستغرام. واقيلا هاد لا فيديو غنكتفي لكم غير بهاد الجليبات هادو. نتمنى انه نكون كنت خفيفه عليكم، وكما قلت لكم درت لكم لا فيديو غير باش نشرح لكم شنو اللي كاين. نتمنى انه نقدر ندير لكم لا فيديو الاخر ديال التويبات، باش هكا نخلي لكم شي حاجه ما تشوفوا ونكون معكم حتى الفيديو. نتمنى انه الفيديو الجاي ان شاء الله كما قلت لكم ندير لكم هاد التويبات، نصور لكم اللوينات اللي كاينين عندنا. واللي بغات شي حاجه تقدر انها تكوموندي بعدا غير تشوف في باغ واتساب، اولا تعيط في الفيكس ديال المحل، تعيط في الفيكس البنت غادي تقدم معها اوموان بعدا اللون اللي بغات، اولا الموديل اللي بغات، اولا هذا دير لينا سكرين سيفطو لينا في الانستغرام في الواتساب، وحنايا غادي نخليو ليها بسميتها ان شاء الله حتى نشوفو شنو دار ربي. بسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي. واللي كيشوف لا فيديو ديالي اول مره نتمنى انه يتابون عندي ويخلي ليا لي جيم، خليو ليا البنات لي جيم، وخليو ليا دعواتكم في لي كومونتير. بسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.